اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاء في أوليائك الذين خلفتهم لنفسك ودينك، وإذا اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا ضوال له ولا اضمحلال بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وضبرجها، فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به، فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجليل، وهبطت عليهم ملائكتك فكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك، وجعلتهم الذرية إليك والوصيلة إلى رضوانك. فبعد أن أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها، وبعد أن عملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك، وبعد أن اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا، وبعد أن كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه عدا ووظيرا، وبعد أن أولدته من غير أبين وأتيته البينات وأيدته بروح القدس، وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصياء مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة، إقامة لدينك وحجة على عبادك، ولئلا يذول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله، ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نضل ونخضع، إلى إن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فكان كما انتجبته سيدا من خلقت. فكان كما انتجبته سيد من خلقته وصفوة من اصطفيته
وأفضل من اجتبيته وأكرم من اعتمدته. قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك، وأوطأته مشارقك ومغاربك، وسخرت له البراق وعرجت به إلى سمائك، وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقه، ثم نصرته بالرعب وحففته بجبرائيل وميكائيل والمصومين من ملائكتك، ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد وآل محمد. وذلك بعد أن بوأته مبوأ صدق من أهله، وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناثل الذي ببكة ومباركة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. فقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك، فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم، فقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا، فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك. فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب. صلواتك عليهما وآلهما هاديا، إذ كان هو المنذر لكل قوم هاد. فقال والملأ أمامه: من كنت مولى فعلي مولى، اللهم وأل من والى، وعاد من عادى، وانصر من نصر، واخذل من خذل. وقال: من كنت أنا نبيه فعلي أميره. وقال: أنا وعلي من شجرة واحدة، وسائر الناس من شجر شطة. وحله محل هارون من موسى. فقال له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين، وحلى له من مسجده ما حلى له، وسد الأبواب إلا بابا. ثم أودعه علمه وحكمته، فقال: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها. ثم قال: أنت أخي ووصي ووارثي، لحمك من لحمي، دمك من دمي، سلمك سلمي، وحربك حربي، والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي. وأنت غدا على الحوض خليفتي، وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي، وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة، وهم جيراني. ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي، وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المطير
وصراطه المستقيم. لا يسبق بقرابة في رحم ولا بسابقة في دين، ولا يلاق في منقبة من مناقبه، يحدو حدو الرسول صلى الله عليهما وآلهما، ويقاتل على التاويل، ولا تأخذه في الله لومة لائم، قد وترى فيه صناديد العرب وقتلا أبطالهم وناوشا ضوبانهم، فأودع قلوبهم أحقاد بدرية وخيبرية وهنينية وغيرهن، فأدبت على عداوتي وأكبت على منابضتي، حتى قتل الناقسين والقاسطين والمارقين. ولما قضى نحبه قتله أشقى الآخرين، يتبعه أشقى الأولين. لم يمتصل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهاديين بعد الهادين، والأمة مصرة على مقته، مجتمعة على قطيعة رحم وإقصاء ولده، إلا القليل ممن وفى لرياية الحق فيهم، فقتل من قتل وصبي من صبي. سمك سام. فقتل من قتل وصبي من صبي، وأقصي من أقصي، وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المطوبة، إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ولن يخلف الله وعدا، وهو العزيز الحكيم. فعلى العطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما، فليبكي الباكون وإياهم، فليندب النادبون، ولمثلهم فلتضرف الدموع وليصرخ الصارخون، ويضج الضاجون ويعج العاجون. أين الحسن؟ صادق بعد صادق، أين السبيل بعد السبيل؟ أين الخيرة بعد الخيرة؟ أين الشموس الطالعة؟ أين الأقمار المنيرة؟ أين الأنجم الظاهرة؟ أين عالم الدين وقواعد العلم؟ أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية؟ أين المعد لقتل دابر الظلمة؟ أين المنتظر لإقامة الأمت والعوج؟ أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان؟
أين المدخر لتجديد الفرائد والسنن؟ أين المتخير لعيادة الملة والشريعة؟ أين المؤمل لإحياء الكتاب وهدوده؟ أين محيي معالم الدين وأهله؟ أين قاصم شوكة المعتدين؟ أين هادم أبنية الشرك والنفاق؟ أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان؟ أين حاسد فروع الغي والشقاق؟ أين طامس آثار الضيغ والأهواء؟ أين قاطع حبائل الكذب والافتراء؟ أين المبيد العتاة والمردة؟ أين المستاصل أهل العناد والتضليل والإلحاد؟ أين معز الأولياء ومذل العادة؟ سبك سب. أين معز أين معز الأولياء ومذل العادة؟ أين جامع الكلمة على التقوى؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى؟ أين مؤلف شمل الصلاح والرضا؟ أين الطالب بذهول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين الطالب بتميل أين الطالب بتميل أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى؟ أين المضطر الذي يجاب إذا دعا؟ أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى؟ أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى؟ بأبي أنت وأمي ونفسي لك البقاء والحمى يا ابن السادة المقربين يا ابن النجباء الأكرمين يا ابن الهداة المهديين يا ابن الخيرة المهدبين يا ابن الغطارفة الأنجبين يا ابن الأطائب المطهرين يا ابن الخضارمة المنتجبين يا ابن القماقمة الأكرمين يا ابن البدور المنيرة يا ابن الثرج المضيئة يا ابن الشهب الثاقبة
يا ابن الانجم الظاهره يا ابن السبل الواضحه يا ابن العالم اللائحه يا ابن العلوم الكامله يا ابن السنن المشهوره يا ابن المعالم الماثوره يا ابن المعجزات الموجوده يا ابن الدلائل المشهوده يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبأ العظيم يا من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يا ابن الآيات والبينات يا ابن الدلائل الظاهرات يا ابن البراهين الواضحات الباهرات يا ابن الهجج البالغات يا ابن النعم الصابغات يا ابن طه والمحكمات يا ابن ياسين والضاريات يا ابن الطور والعاديات يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى دنوا واقترابا من علي الاعلى ليت شعري اين استقرت بك النوى کاش مجھے معلوم ہوتا کہ آقا کس سرزمین پر آپ کا قیام ہے کس زمین اور خشکی پہ آپ کے قدم ہیں آقا پہاڑوں کی چوٹی پہ ہو یا کوہ طور سینا پہ ہو آقا میرے لیے سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ میں سب کو مشاہدہ کرتا ہوں لیکن نہ آپ دکھتے ہیں اور نہ کوئی آہٹ آپ کی سنائی دیتی ہے اور نہ ہی آپ کی دعاؤں صدائے مناجات آتی ہے آقا آپ کے وہ علاوہ سب پہ میری نظر ہے لیکن نہ میرا شکوا آپ تک پہنچتا ہے نہ میرا گریا آپ کو ملتا ہے قسم ہے میرے جان کی آپ وہ گم شدہ ہے وہ غائب ہے کہ جو غائب ہونے کے بعد بھی کبھی ہم سے دور نہیں رہتے کبھی بھی ہمارے دلوں سے آپ کا تصور نہیں مٹتا قسم ہے میری جان کی آقا آپ وہ آرزو ہیں جو دل سے لپٹ کے رہ گئی ہے ہر مومن ہر مومنہ کی جب بھی آپ کو یاد کرتا ہے بے اختیار رو پڑتا ہے آقا آپ تو وہ قائد عزت باب ہے کہ جس سے کوئی اور سودا نہیں ہو سکتا آپ شرف کا وہ بلند مقام ہے کہ کسی نعمت سے آپ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا آقا کسی بھی شرف کو آپ کا ہم پلہ قرار نہیں دے سکتا لیکن کب تک آپ کے لیے میں تڑپوں مولا
किन किन नामों से आपको पुकारूं आका, दुआ करूं या मुनाजात पढूं। सख्ती है मौला कि मैं सबकी आवाज को सुन के जवाब देता हूँ, लेकिन मौला न आपकी आवाज पे हाँ कह पाता हूँ। खुराका जब भी आपको रोता हूँ तो ये एहसास होता है क्या आज भी अकेले हो तन्हा है। जो आप पे गुजर रही है किसी पे नहीं गुजर रही। खलमेन मुइनेन फौतीला माहौल अवील वल बुखा, खलमेन जुजूएन फौसाइदा जदाहु इदा खला, القضيت عين فساعدتها عيني على القضاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ هل يتصل يومنا منك بعدة فنهدى؟ متى نردو مناهلك الربيع فنروى؟ ومتى ننتفع من عذب مائك؟ فقد طال الصدى، متى نغاديك ونراوحك؟ فنقر عينان، متى ترانا ونراك؟ وقد نشرت لواء النصر ترى، أترانا نحف بك وأنت تأم الملا؟ ودندور نيه جب لوگوں کے جھرمٹ میں آپ پرچم اسلام کے سائے میں کھڑے ہوں گے اور زمین و آسمان کو عدل سے بھر دیں گے اور مولا علی اور اہل بیت کے دشمنوں کو ذلیل کریں گے اور ان کو عذاب میں مبتلا کریں گے اور بڑے بڑے گردن کشوں کو سزا دیں گے اور حق کے منکروں کو خار و بے حیثیت کریں گے اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ مولا غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ظالموں کی جڑیں اکھاڑ کے پھینک رہے ہیں آپ اور ہم سب شکر کے جذبے سے کہہ رہے ہوں گے کہ تمام تعریفیں اس خدا کی ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ اللہم سب کے سب، انت کشاف الکرب والبلوى الیک استعدی فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغيث يا غياث المستغيثين فأغيث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأري سيده يا شديد القوى وأذل عنه بالعصا والجوى وبرد غليله يا من على العرش استوى
ويا من إليه الرجعة والمنتهى. اللهم ونحن عبيدك الطائقون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأقمته لنا قواما ومعاضا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وصلى الله محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى عبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من استفيت من آبائه البررة وعلى أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأقصر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائي وخيرتك من خلقك وصلى عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم وأقم به الحق وأدعس به الباطل وأذل به أولياك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه غسلة تودينا مرافقته وسلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ذلهم وأعنا على تأديته حقوقه في طاعته واجتناب معصية ومنن علينا برضا وهب لنا رافته ورحمته ودعاه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلواتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية واقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرف عنا بجهودك واسقنا من حوز جده بكساب كاسه وبيده ريا رويا هنيا سائبا لازم عباده يا ارحم الراحمين. صل على محمد وآل محمد. اللهم السلام عليك يا حجة الله في أرضه
السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين، السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصر، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وآل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر، السلام عليك يا مولاي، أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك وأتقرب إلى الله تعالى بك وبعال بيتك عليهم السلام، وأنتظر ظهورك وظهور الحق من يديك، وأسأل الله أن يصلى على محمد وآل محمد، وأن يجعلنا من المنتظرين لك والتابعين والناترين لك على عدائك، والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك. يا تصبر يا مولاي يا صاحب، يا مولاي يا صاحب الزمان، يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيته. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع في ظهورك، والفرج فيه للمؤمنين على يديك، وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومامور بالضيافة والإجارة، فاضفني وأجرني صلواتك عليك وصلوات الله عليك وعلى آل بيتك. روز جمعة آپ کا دن ہے اور انہی دنوں میں آپ کا ظہور متوقع ہے، آقا آج کے دن ہم آپ کے دسترخوان پہ مہمان ہے، آقا آقا ایام ایام درد و الم و ابتلا ہے آقا، دو جملے عزیزوں، ایام ایام درد و الم و ابتلا ہے آقا، آقا ٹوٹی ہوئی پسلیوں کیا محراب میں آپ
ہو نالو فریاد کیا آقا نبے دن یا تو زخم تھا یا سسکیا یا تو گریا تھا یا تو ہچکیا آقا آج تک کسی نے 18 سال کی جوان خاتون کو آرزو موت کرتے ہوئے نہ سنا ہوگا کتابوں میں منقول ہے آقا کہ اپنے چاروں بچوں کو محراب میں بٹھایا اور کہا بچوں جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا کہ ننھے بچوں کی دعا قبول ہوتی ہے آفت میں ذرا بچوں کو بٹھا کے ہاتھ آسمان کی جانب اٹھایا فرمایا خدا انا امتوک فاطمت الزہرا خدا میں وہی فاطمہ ہوں جو کھڑی ہو کے نماز پڑھتی لیکن آج میں بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں خدا میں وہی فاطمہ ہوں جو رات بھر مصلی پہ عبادت کرتی ہے لیکن میرے خدا اب تو دیوار پکڑ کے چلتی میرے خدا اب تو مجھے بچوں کبھی خیال رکھنا مشکل ہو گیا میرے خدا میں اس اجڑے چمن کو کیوں کر سنبھالوں علی ہے تو دل شکستہ بچے ہیں تو رات کو چونک کے اٹھ جاتے ہیں کہ کہیں پھر کسی نے دروازہ تو نہیں توڑا پھر کسی نے پسلیاں تو نہیں توڑی پھر کہیں صاحب زمان عزیزوں جب گھر میں ننھا بھائی آنے والا ہوتا ہے تو گھر کے بچوں کو بزرگوں سے زیادہ انتظار ہوتا ہے نانا سے یہ سنا تھا میری بیٹی خدا نے تجھے 3 بیٹے دیے بڑے کا نام اللہ نے حسن رکھا ہے چھوٹے کا نام حسین رکھا ہے بیٹا میں تو نہیں رہوں گا لیکن جب میرا نواسا دنیا میں آئے تو اس کا نام پہلے سے محسن رکھ رہا ہوں علی کے گھر میں نئے آنے والے مہمان کا چرچا ہے لیکن نہ جانے کیسی کالی صبح پہلی ربیع الاول کی نمودار ہوئی کہ امت نے سب کو جو تباہ و برباد کر دیا ایک مجمع آیا گلستان رسول کو مسمار کر گیا دروازہ بھی جلایا دروازے کو دھکا دے کے گرایا درد تو یہ ہے کہ ظالموں نے در و دیوار کے درمیان شرم حیا نہ کرو در و دیوار کے درمیان اس بائے وجود کو دبا ڈالا بلعون اپنی خلافت کے دور میں ابو یزید بلعون کو خط لکھ کے یہ کہتا ہے معاویہ
تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تم لوگوں کی خوشنودی کے لیے کیا کیا جرائم کیے. سب سے سنگین جرم یہ ہے کہ جب میں در و دیوار کے درمیان فاطمہ زہرا کو دیکھا تو ہم سب نے دروازے کو زور سے دبایا. یا صاحب الزمان در و دیوار کے درمیان فاطمہ کی سسکیاں سنائی دے رہی تھی, ہچکیاں سنائی دے رہی تھی. ارے جب زور کا دھکا دیا بلون کہتا ہے ہم نے فاطمہ زہرا کی ہڈیاں پیس ڈالی. عزیزو اس دوران ایک ظلم اور ہو گیا کہ جو پرانے زمانے کے دروازوں میں کیل لگی ہوتی تھی, اور ظالموں نے جو دروازے کو دھکا دیا پسلیاں ٹوٹی کلیجا چھلی ہوا. اور عزیزو کیل بھی سینے میں در آئے. عزیزو فاطمہ زہرا زور سے چیخی کیا پکارا, یا ساکن الخبر یا رسول اللہ. بابا خاک میں چین سے سونے والے بابا آؤ دیکھو تمہاری بیٹی در دیوار کے درمیان ہے. عزیز و مظلومیت یہ ہے کہ آدمی اپنے شوہر کو بھی مدد کے لیے پکار نہ سکے. بارہ میں سوچتا تھا بی بی نے علی کو کیوں نہیں پکارا, تو سمجھ میں آیا کہ یہ سارا مجموعہ علی ہی کو تو قتل کرنے آیا تھا. بی بی کیسے علی کو پکارتی. ایک درد اور تھا جو نہیں چاہتی تھی کہ علی دیکھے. دبی دبی آواز میں پکارا یا عزت ذرا جلدی آؤ میری مدد کرو. واللہ قتل بابا شاہ میرا بچہ میری کوکھ میں مر گیا. زہرا اب پکارو یا صاحب زمان, ہاتھوں کو آسمان کی جانب, یا صاحب زمان عجل لا زہر سارا مجمع. یا صاحب زمان یا ابن الحسن عجل لا زور اقار طرف. آپ کے چاہنے والوں کے لیے دنیا کا عرصہ تنگ ہو گیا. آقا ہر طرف مظلومیت ہی مظلومیت ہے. آقا کیا بحرین ہو کیا یمن ہو کیا عراق ہو کیا شام کیا ایران, آقا آپ آج بھی سوگوار ہوں گے کہ آپ کا سپاہی ابھی حال ہی میں مارا گیا. جو تقریر میں نے خود حاج سلیمانی سے ایران میں دعائے ندبہ میں سنی تھی, کہتے تھے آقا بے فکر ہو کے آئیے ہمارے جیسے لوگ اپنا سینہ آپ کے پیروں کے نیچے بچھانے کے لیے تیار ہے. آقا
آج وہ بھی اس دنیا سے گزر گیا آقا کب آئیے گا آقا شوق شہادت لے کے بڑھا پایا جائے گا آقا آپ کا ظہور ہوگا لیکن افسوس جب ہوگا کیا پائے اور ہم قبروں کے سناٹے میں سوئے رہے یا صاحب زبان دعائے فرج جو بھی دعائیں آپ کے ذہن میں سب کو لے کے دعائیں فرج پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى خدا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما خدا امام کے آنے سے پہلے تک ہمارے جسم کو بیماریوں سے دور خدا حیات طولانی میں منظور خدمت و نوکری عنایت فرما خدا امریکہ اسرائیل و مودی و امت و تمام دشمنان توحید و قرآن کو نیست و نابود فرما خدا امام زمانہ علیہ السلام کے انصار و آوان و نوکروں اور غلاموں میں ہمارا شمار فرما خدا جہاں جہاں بھی علی کے شیعہ بستے ہیں ان کے جان و مال و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما مراجع اعظم علماء کرام فقہا رہبر معظم انقلاب کی حفاظت فرما خدا جتنے لوگ بھی حاضر ہیں ان سب کی حوائج شریعہ کو پورا فرما حج بیت اللہ زیارت اتباع عالیہ نصیب فرما خدا ان بیماریوں سے دور رکھ جو سب العلاج ہے جن کا علاج مشکل ہے خدا جو مریض ہے بحق فاطمہ زہرا بحق امیر المومنین انہیں شفا عاجل و کامل عنایت فرما جو جہاں کنی کے عالم میں گرفتار ہے خدا ان کو راحت عطا فرما خدا رستے حلال فراوان جب تک اس دنیا میں رکھ اپنے سوا کسی اور کا محتاج مت فرما خدا قلب مقدس حضرت زہرا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما خدا ہماری موت ہمارے بستر پہ نہ آئے ہمیں شرم شہادت نصیب فرما سورہ فاتحہ جملہ حاضرین کے مرحومین و مرحومات باری دعا اور رمضان اور تمام رسول اللہ السلام علیکم جميعا شهداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولا یا غریب الغربا السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم شمس الشموس السلام علیکم انیس النفوس السلام علیکم مغیث الشیت والزوار فی امل جزا السلام علیکم سلطان العرب والعجم یا ابا الحسن علی ابن موسی رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب الاسر والزمان علمون السلام علیکم خلیفۃ الرحمن السلام علیکم امام النسوان جان
السلام عليك يا مولانا الإمام، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام زماننا، عز وجل الله تعالى فرجك وسأل الله تعالى مهدك وزهورك، السلام عليك ورحمة الله وبركاته.